الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم، يوم جديد وحلقه جديده من المحترف. حلقتنا النهارده ان شاء الله فيها حاجات كتيره جدا جدا. هنتكلم على الكره العالميه، هنتكلم على طبعا الدوري الامم الاوروبيه اللي انطلق مباريات اكتر من رائعه، مفاجآت كبيره جدا على مستوى المنتخبات. ولو جبنا سيره المنتخبات اكيد عايز اتكلم مع حضراتكم يمكن في منتخب مصر. اولا مبروك مبروك منتخب مصر الفوز على غينيا 1-0، ومبروك للاداره الفنيه الجديده بقياده الكابتن ايهاب جلال، فوز معنوي مهم جدا جدا. معلش هاخد من وقت حضراتكم 5-6 دقايق عشان يبقى في جلسه مصارحه بصراحه، يعني كل الناس وانا ماشي وحتى هنا زملائنا في الاستوديو اول ما اخش، ايه رايك يا كابتن في المباراه؟ مش عاجبنا الاداء، مش عاجبنا المنتخب. وانا عايز اسال حضراتكم سؤال، هل حضراتكم اي حد بيتفرج عليا دلوقتي، هل كان متوقع تغيير شامل في اداء المنتخب المصري مع الكابتن ايهاب جلال بعد توليه المسؤوليه يمكن باسبوع 10 ايام؟ هل كان حضراتكم فاكرين ان المنتخب المصري هينزل يلعب على التيكا تاكا والاستحواذ والهجمات من اليمين والشمال والاختراقات و و و و؟ هل حضراتكم كنتم منتظرين طفره كبيره جدا في اداء المنتخب المصري اللي كان متخيل دوت غلطان 100%؟ وخلينا نتكلم بكل امانه وبكل صراحه، احنا ناقصنا كتير جدا جدا عشان نوصل للصوره للي احنا بنتفرج. مش هقول لك بقى بنتفرج على ليفربول ولا على مدريد ولا على برشلونه ولا ولا، حتى لو بنتفرج على منتخبات كان يسمى زمان ايام ما كنت بلعب منتخبات الصف الثاني والثالث، لا هذه المنتخبات فرقت عننا فوارق كبيره جدا. محدش يزعل مني، حتى دلوقتي بتتكلم على منتخب غينيا اللي كان بيلعبنا، منتخب معظمه من المحترفين، منتخب غينيا لما كنا في التسعينات بنلعب منتخب غينيا ممكن نكسب 3-4 ونبقى زعلانين. لا دلوقتي الفروقات بقت قليله جدا. ليه الفروقات قليله جدا؟ لان في ناس بتخطو خطوات سريعه جدا في تقدم الكره بتاعتها، واحنا بنخطو خطوات بطيئه جدا جدا في تطوير الكره المصريه. ودايما بنتكلم على انجازات المنتخب القومي المصري. برجع بالذاكره مع حضراتكم لسنه 90، بدايه طبعا يعني وجود الكابتن محمود جوهري، وجود عناصر مميزه من اللعيبه، انجاز كبير جدا جدا بعد غياب طويل عن كاس العالم بنروح كاس العالم. هل ده كان مخطط ليه؟ لا. كابتن جوهري مدرب كبير جه خد فرصه معاه جيل مميز من اللعيبه المميزه، عملنا مباريات كويسه على مستوى التصفيات، رحنا كاس العالم ادينا بشكل جيد في حدود الامكانيات. نيجي بعد 90 اخفاقات على مستوى كاس الامم الافريقيه لغايه 98، 98 جه جيل مرتبط جيلين في بعض، انا كنت متواجد وكان عندنا جيل، يعني كنت انا وحسام موجودين من الناس القديمه، طلع معانا نجوم المنتخب الاولمبي زي حازم امام، عبد الستار صبري، سمير كمونه، مدحت عبد الهادي، ابن ياسر رضوان، عماره، مجموعه مميزه جدا من اللعيبه من المنتخب الاولمبي، وحققنا بطوله غاليه جدا وبطوله جميله، لعبنا فيها كره حلوه قوي، بطوله 98. طيب بعد 98 اخفاقات تاني على مستوى الكره المصريه، ما رحناش كاس العالم غير في 2018، لكن هنيجي عند 2006 2008 2010 العصر الذهبي كمان لهذا الجيل. تعالوا مع حضراتكم نشوف جه ازاي، اتوضب له ازاي، اتخطط له ازاي، هل كان في تخطيط؟ برضه لا. كابتن حسن شحاته في هذا الوقت جه مدرب مؤقت لحين تعيين مدير فني اجنبي. كابتن حسن شحاته اول ما جه بالمجموعه اللي كان شغال معاها في منتخب الشباب، عماد متعب ومجموعة عماد متعب وكل المجموعة اللي احنا عارفينها، وبدأ يشتغل مع مجموعة تاني مميزة من اللعيبة اللي يمكن كانت كبرت شوية زي أحمد حسن المتواجد الصقر، ومجموعة زي عصام الحضري، وائل جمعة، بنتكلم على بركات، بنتكلم على بوتريكا، جيل مميز عماد متعب مع الكابتن حسن شحاتة في منتخب الشباب. عملنا ما شاء الله 3 أمم أفريقيا متتالية وحققنا رقم قياسي. بالرغم عن كده ما رحناش كاس عالم. هل كان هذا الجيل مخطط ليه وماشيين بخطه ليه على مستوى اللاعبين على مستوى المدربين؟ الاجابه لا. جينا بعد طبعا 2010 بعد ما حصلنا على 3 بطولات افريقيه، اخفاق
عدم الوصول حتى للبطولة الأفريقية ثلاث مرات متتالية في حدث سلبي كبير جدا جدا بالنسبة للكرة المصرية، وبالتالي نجاحات ثم إخفاقات ثم نجاحات ثم إخفاقات، وكل دوت نتيجة الصدفة، نتيجة عدم التخطيط ليه. هتيجي تسأل 2018 وصلنا لكأس العالم، حضراتكم فاكرين تعثر كبير جدا في التصفيات، ولكن في مباراة الكونغو في استاد برج العرب النتيجة 1-1 لغاية الدقيقة 90، وكانت بهذه النتيجة التعادل 1-1 كنا لازم نروح نكسب نيجيريا في نيجيريا، كان الأمور هتبقى صعبة جدا لولا طبعا ضربة جزاء تريزيجيه وإحراز محمد صلاح هدف الوصول لكأس العالم. رحنا كأس العالم، يعني مش عايز أقول لك طبعا النتائج كلها سلبية جدا، ثلاث مباريات زيرو من النقاط. اللي عايز أوصله لحضراتكم إن اللي منتظر تطوير المنتخب المصري خلال الأشهر القادمة أعتقد هيبقى صعب جدا، صعب على الكابتن إيهاب جلال، صعب على أي مدير فني هيمسك المنتخب، لأن ما عندناش اهتمام أصلا بالقاعدة، وده دايما اللي بنتكلم عليه. عايزين تعملوا، عايزين نعمل حاجة كويسة لازم من دلوقتي. بتتكلم على جيل 2003 جيل 2001، ولما اتكلم على جيل 2003 ده ولد عنده 19 سنة يعني كمان كبير، تخيل 19 سنة ولسه بنتفرج على المنتخب الأسباني على جافي عنده 17-18 سنة وبيلعب أكتر من 30-40 مباراة دولية، ودلوقتي نجم من نجوم المنتخب الأول الأسباني. منتخب إيطاليا امبارح بيلعب ولد عنده 18 سنة لأول مرة بيلعب مع الفريق الإيطالي وبيعمل أداء أكتر من رائع أمام المنتخب الألماني ويلفريد نيوتن، ده لاعب زيوريخ كان بيلعب في اليوفنتوس وراح زيوريخ، لاعب عنده 18 سنة بيلعب أساسي أو نزل بديل مع المنتخب الإيطالي بيلعب في الإنتر، عنده 18 سنة بيعمل شكل أكتر من رائع على المستوى الهجومي. طب هو إمتى نلاقي خمس ست لعيبة عندهم 17-18 سنة بيلعبوا مع منتخب مصر؟ مش هنشوف الكلام ده قريب، لازم نبص لتحت شوية، لازم الاهتمام يكون أكبر شوية بالقاعدة. طول ما احنا بنبص واحنا بنتكلم علينا كلنا، ما بتكلمش بس على المسؤولين، بتكلم على السوشيال ميديا، بتكلم على الجماهير، بتكلم على النقاد، كل الناس بتبص على رأس المنظومة هي المنتخب الأول. انت مش هتقدر تصلح في المنتخب الأول، مش هتقدر تطور المنتخب الأول على المستوى الأداء. الأداء فيما يعني هو ده إمكانيات، مش هقول إمكانيات لعيبة عشان الناس بتزعل مني، لكن هو ده الريتم اللي متعود عليه، الريتم البطيء شوية متاخد، مع احترامي متاخد من الدوري المصري، اللي اتفرج على الدوري المصري نفس الأداء البطيء شوية، فاللعيبة اتعودت على هذا الريتم. الريتم مع المنتخبات التانية عشان فيها أكتر من لعيب محترف هو خلاص واخد على الريتم السريع والكرة وبيطور نفسه بشكل أسرع شوية. مش هنلوم على اللعيبة لأن اللعيبة كمان يعني مباريات متتالية، عدم انتظام مسابقة الدوري، ثلاث مواسم ملتحمة، عندك بطولات كتيرة وتحديات كتيرة، فبتيجي على الجانب البدني، وبالتالي عشان تلوم حد مش هتقدر تمسك حاجة. لكن عايز أقول لحضراتكم ودايما بحط السبوت وبحط النور، اللي متخيل أن التطور على مستوى الأداء في المنتخب المصري من احنا نلعب الكرة الجميلة كرة كابتن حسن شحاتة أو كرة 98، أو نقارن نفسنا بالمنتخبات الأوروبية اللي بتلعب الكرة السريعة الممتعة اللي فيها ضغط عالي وفيها استحواذ وفيها أهداف وفيها وفيها وفيها، صعب جدا في المرحلة اللي جاية. كابتن إيهاب جلال كل التقدير ليه، تحت ضغط كبير جدا من ساعة ما بدأ المبادرة، لكن تاني بنبه حضراتكم إن شاء الله بإذن الله إحنا بنتوسل خير في الكرة المصرية، لأن إحنا عندنا ومصر تستحق الأفضل. نهتم من دلوقتي بمنتخب 2003 و2001، منتخب الشباب والمنتخب الأولمبي، هو ده المستقبل اللي جاي، نهتم بيهم، نركز عليهم، نديهم مباريات. أتمنى من الكابتن إيهاب جلال من دلوقتي يبدأ ياخد بعض العناصر ديت وتعيش مع المنتخب الأول، يروح بها يلعب مباريات، ينزل لعيب عنده 18 سنة يشارك في مباريات ياخد، وما يبقاش الحساب بالقطعة، لا أصل الكابتن إيهاب أدى وحش، أصل الكابتن إيهاب اتغلب. الكلام ده يا جماعة ما بقاش في الكورة، ما بقاش في الكورة الحديثة. ندي للراجل مساحته، لازم يكون عندنا قاعدة من اللعيبة أكبر من كده بكتير. قطاع الناشئين لازم يشتغل بشكل أفضل في جميع المستويات عشان تبدأ تفرغ لعيبة مميزة للفرق الدوري المصري وبالتالي للمنتخب الوطني بمراحله الكبيرة. لازم نطور من أداء مدربنا عشان المدرب اللي بيمرن قطاع الناشئين يفرز ولد عنده قدرات
مؤهلة بشكل علمي انه يمثل بلده على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي. كل اللي بقوله لحضراتكم ده اتمنى ان شاء الله خلال السنين الجاية انه يتحقق، وعندنا الامكانيات، عندنا القدرات، بس عايزين نشتغل اكتر، نفسنا نشتغل اكتر. مصر على المستوى القاري تستحق الافضل، عشان ان شاء الله باذن الله لو مشينا بخط وبخطوط ثابتة في هذه المستويات هنلاقي بلدنا، نفسنا يكون عندنا اكتر من 15 16 لعيب محترف. يا جماعه غينيا وبنروح مش عارف غينيا الاستوائيه والكونغو وفيهم اكتر من 17 18 محترف بيلعبوا في اوروبا، مش لازم يلعبوا في الهاي ليفل. النهارده امبارح او اول امبارح كان في ناس بتلعب في الهاي ليفل والليفل المتوسط، الدوري الفرنسي البلجيكي الهولندي الالماني، احنا ما عندناش يعني ما يتعدوا على صوابع الايد. ما ينفعش يكون ده منتخب مصر عنده خمس ست لعيبه محترفين منهم ثلاثه واربعه في الهاي ليفل والباقي مستويات وخلاص، احنا بنتكلم في خمس ست لعيبه محترفه. مصر لازم يكون عندها 35 40 50 لعيب محترف بيلعبوا، يجي المدير الفني يختار من اللعيبه ديت ويختار من الدوري المصري اللي عنده قدره انه يفرز لعيبه على المستوى الدولي. لازم يكون عندنا منتخبات، منتخب شباب قوي، منتخب اولمبي ان شاء الله يوصل الاولمبياد ويحقق نتيجه هناك، ولو ما حققش نتيجه هناك هات العناصر المميزه تخش المنتخب الاول على طول. هو الفايده من المنتخبات الشباب انها تاخد بطوله العالم للشباب، بس ده لو حتى وصلنا للنهائي او المنتخب الاولمبي يروح ياخد لو قادر تاخد ده تمام، لكن لو مش قادر لازم يكون عندك استراتيجي انك بتنقي من منتخب الشباب 3 4، منتخب الاولمبي 5 6، الدوري المصري 12 13 محترفين، عندك 25 لعيب، عندك قوام 50 لعيب على مستوى عالي جدا تقدر نتفرج خلالها على تطوير الكره المصريه، ونتفرج على منتخب مصر بيصعد كل اربع سنين لكاس العالم وكمان ينافس على كاس افريقيا. اللي بقوله ده مش عايز حد يزعل مني صدقني، ولا بلوم على اي حد في المنظومه، انا دايما بحط السبوت وبحط الحاجات اللي انا شفتها والحاجات اللي انا درستها والحاجات اللي انا عشتها. انا عشت الكلام ده، انا شفت ميروسلاف كلوزا الهداف التاريخي لكاس العالم عبر تاريخ، شفت هو جاي من الدرجه الثانيه وازاي بيطور نفسه بقى من درجة تانية، اللي بيلعب في كازازلاوتن لهداف الدوري الألماني، اللي بيلعب بايرن ميونخ بيروح الدوري بيروح المنتخب الألماني بيبقى أفضل لاعب تاريخي الهداف التاريخي لكأس العالم في خمس ست سنين. يا جماعة تطور رهيب في أداء اللاعب. هو دوت هو ده مش بني آدم؟ لا بني آدم، بس في ناس بتشتغل عليه، في ناس بتشتغل بشكل احترافي عليه. احنا عندنا لعيبة مميزة كتير، ولكن مش هتكلم على الدوري المصري الممتاز. تعال نبص تحت القطاعات الناشئين ايه اللي بيحصل فيها. هل بتفرز لعيبه مميزه للفريق الاول؟ ما بتفرزش. ليه؟ لان في تحت شغل مش احترافي، في تزوير السن، ولد بيلعب اكتر من سنه بثلاث سنين، في بنيه اساسيه بيلعبوا على ارض مخبطه مقطعه، اللعيب ما يعرفش حتى اساسات الكره الاستلام والتسليم مش هيعرف يعملها. عندك مسابقات الى حد كبير جدا، الهدف 15 سنه ويبقى المدير الفني هو البطل بدون ان هو يطلع ثلاث اربع لعيبه للفرقه اللي بعديها، واللي بعديه يطلع للي بعديه، واللي بعديه يطلع للفريق الاول. من امتى الكلام دوت؟ احنا لازم ناخد يا جماعه الكلام دوت وشكل منتخب مصر ما نبصلوش دلوقتي، لان انت لازم تصلح من تحت وتجيب من تحت وتصلح القطاعات الناشئين، وعندك مسابقه الدوري المصري لازم تتعدل بشكل كبير جدا. عندك محترفين، هل المحترفين الاجانب الموجودين بيزيدوا من قوه الدوري المصري؟ اسف لا. يبقى تقلل عدد المحترفين او تجيب محترفين عندهم مباريات دوليه. اللعيب المحترف اللي يجي من نيجيريا من لازم يكون لاعب دولي مش اقل من 20 مباراه دوليه، عشان يجي لما يجي يفيد المسابقه ويفيد السيرد باك اللي بيلعب عليه، ولو كان هو مدافع يفيد المهاجم اللي بيلعب عليه، وما بقاش ياخد مكان لواحد مصري ممكن يكون افضل منه. لكن يا فرحتي عندي خمسة ستة سبعة محترفين ولكن اقل من المتوسط، ده هياخد مكان واحد لعيب من ولاد النادي على حساب هذا المركز، وبتدفع له فلوس اكتر من اللي بتدفعها لولاد النادي، وبالتالي في خساره. لازم كل ده يتنظم، لازم ان شاء الله مسابقه دوري ممتاز منتظمه علشان يبقى عندك الاجنده الدوليه بتاعتك بتلعب بشكل مباشر وبشكل احترافي. لازم يكون عندك سيستم تمشي عليه، للاسف كل ده مش موجود. فان شاء الله باذن الله، معلش انا طولت مع حضراتكم لان الكلام ده مهم جدا. نفسنا نتفرج على منتخبنا بيوصل لكاس العالم كل اربع سنين وبينافس على الكاس القاريه، ده مش هيجي غير بعد شغل طويل قوي.
ولو حصل السنة دي أو حصل السنة اللي جاية برضو هيكون بالصدفة. خلي بالكم إحنا نفسنا الاستمرارية، كل 4 سنين منتخب مصر طبيعي جدا موجود في كأس العالم، بيتأهل لكأس العالم بسهولة بأريحية، يوصل لكأس العالم كمان يعدي الدور الأول والتاني ويعمل شكل كويس على مستوى قطاعات المنتخبات الوطنية، يكون لينا شكل ولينا تأثير على مستوى كمان المسابقة المحلية. معلش طولت على حضراتكم، لكن ده كان مهم جدا جدا. كل التوفيق طبعا للكابتن إيهاب جلال، مباراة أمام منتخب أثيوبيا يوم الخميس، كمان إن شاء الله يكون التوفيق ونكسب هذه المباراة. وأنا بقول لكم إن شاء الله هنتأهل لدورة الأمم الأفريقية القادمة إن شاء الله، ولكن أملي بإذن الله إن إحنا نصحح أخطائنا، أملي إن إحنا نشتغل شغل المحترفين، لأن مصر تستحق الأفضل. نطلع مع حضراتكم فاصل، وبعد الفاصل الناقد الرياضي المتميز إيهاب الجنيدي. أهلا بحضراتكم مرة تانية، برحب بحضراتكم وبرحب بضيفنا النهاردة في المحترف الناقد الرياضي المتميز إيهاب الجنيدي. يا بوب مساء الخير عليك. مساء الخير عليك كابتن هاني، ومساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي وجماهير الكرة المصرية. منورنا يا بوب. حبيبي يا كابتن. اكيد طبعا تابعت الانترو اللي طبعا اتكلمت فيه قبل ما تخش على طول، ومباراه منتخب مصر امام غينيا، انطلاقه جديده، اداره فنيه جديده تحت قياده الكابتن ايهاب جلال. عايز اعرف رؤيتك بالنسبه لهذه المباراه من خلال ما قيل وما يعني الاحداث في السوشيال ميديا قبل المباراه، وطبعا الاداء الفني داخل الملعب. بدايه كابتن هاني، انا كنت بسمع حضرتك وبحييك على الكلام اللي قلته، يعني في دقائق قليله انجزت ولخصت القصه. المرض ينخر جسد الكره المصريه، مش قصه مدرب همشي مدرب واجيب مدرب زي ما حضرتك قلت، لازم يبقى في خطه للكره المصريه. عشان نتكلم لازم يبقى في خطه يضعها اتحاد الكره يحط خطه نمشي عليها للسنين الجايه. يعني من خلال متابعه المنتخبات كتير انا قريت الحاجات دي وشفتها، ان منتخب المانيا اللي بنشوفه ده متخطط له مش عارف من 15 16 سنه، ومنتخب اسبانيا ده كان بيتحدد اللي كسب كاس عالم 2010 كان قبلها ب 12 سنه بيجهزوا له. فالقصه مش قصه ان انا النهارده هشيل كروش، فشل ما ودانيش كاس عالم خلاص يبقى كروش يمشي عقده انتهى. لازم نفكر ولازم يبقى في عندنا خطه وتطوير، وازاي احنا عايزين نعمل ايه. يعني انا عجبني جدا هيرفي رينارد في بطوله كاس العرب، والناس اعترضت والسعوديه داخله وكاس العرب وجايزته بقت اعلى من جايزه امم افريقيا والكلام ده. الراجل لو حضرتك تفتكر شارك بالمنتخب السعودي به او صحيح. منتخب الشباب كله، وبعت المدرب المساعد بتاعه اللي بيثق فيه هو اللي قادهم في البطوله بغض النظر عن النتائج، بس هو كان عايز يعمل حاجه، كان عايز يحقق ياخد من الفرقه دي الشباب اللي هيشاركوا يطلع بلاعبين بس يضمهم للمنتخب او 3 لعيبه. هو ده النجاح، انك بتخطط ازاي. واحنا والمنتخبات دي بالفعل بدات تجني حصاد اللي احنا شفناه ده. حاليا عندنا منتخبات زي كوريا الجنوبيه واليابان دايما بضرب بيهم مثال، والسعوديه في اسيا، 3 منتخبات دائما بقوا ضيوف دائمين على كاس العالم. في حين ان السعوديه 6 مرات وصول كاس العالم بالظبط يا كابتن، في حين ان احنا بنحاول كل سنه وحلم بقى حلم لينا زي ما حضرتك قلت مجرد نوصل كاس العالم، لان المفروض مش كده. المفروض منتخب مصر يكون ضيف دائم زي ما حضرتك قلت في كاس العالم، بالعكس لا ينافس، لان احنا من اوائل الدول في العالم اللي شاركت في كاس العالم، ومن اوائل الدول اللي حطت بصمه واللي جابت اهداف في كاس العالم في 34 لما شاركنا واحرزنا اهداف وكنا منتخب موجود على الساحه. يعني الكره المصريه كره تاريخيه، كره عريقه، مش لازم نوصل ان احنا حتى الان محلك سر. انا شايف ان احنا محلك سر، كل سنه محلك سر، ما فيش حاجه بنتقدم فيها. انا بتفق معاك يا ايهاب، وزي ما قلت يمكن الحلول دايما الجذريه، ودايما لما بيكون عندك مشكله لازم نواجه نفسنا، عندنا مشكله عندنا مشكله عشان نقدر نحل. لكن لو قلنا احنا ما عندناش مشكله، او يعني لخصنا المشكله، او يعني قلنا ان المشكله بس هو المدير الفني للمنتخب الاول، ده ظلم اولا للمدير الفني وظلم لناس كتيره جدا جدا. وانا بتفق معاك يا ايهاب كمان على مستوى لازم ثقافه الناس تتقبل دوت، ان احنا يعني لو بيبقى في يعني في خطه موضوعه بنمشي عليها، الناس متقبله عارفه الكلام دوت، ان احنا هنجني الثمار خلال ال4 5 سنين او ال10 سنين القادمه، ده لازم يكون واضح ومعروض على الناس بشكل مباشر. مباراه على يعني انت، طب هسالك السؤال يمكن اللي سالته الناس كتير، كنت متوقع اداء افضل من كده للمنتخب المصري؟ هل كنت متوقع طفره في اداء المنتخب المصري مع الكابتن ايهاب جلال في اول لقاء لي؟ الحقيقه لا كابتن، ما توقعتش، بس توقعت ان انا اشوف اي تغيير. دايما المدرب الجديد يعني بالبلد بيقولوا الغربال الجديد ليه شده، يعني في حاجه لمحه اشوفها. انا ما شفتش كابتن ايهاب جلال قدم اي حاجه في الثلاث خطوط،
مفيش لعيب جديد قدمه لي مفاجاه في المباراه. يعني انا توقعت اشوف كريم حافظ، يعني انا مش عارف بغض النظر عن الاسماء، توقعت الاقي باك شمال، حاجه قدمت حاجه جديده للكره المصريه. الحاجه الجديده دي ممكن جدا، وممكن جدا يكون من خلال طبعا الانتقادات الشديده اللي على الكابتن ايهاب جلال، او الموجة السوشيال ميديا على انتقادات الكابتن ايهاب جلال لتعيينه. هل كان هو عامل حساب مش عايز يعمل الريسك؟ هل ده بياخد من تفكير المدير الفني ردود افعال السوشيال ميديا، ردود افعال النقاد والجماهير لو انا هاخد خطوه؟ وهل ده كابتن ايهاب عنده هذه النوعيه، شايف ان هو فعلا عمل حساب الجزئيه دي؟ اكيد عمل حساب، بس لو انا هبص بالمنطق ده كابتن يبقى امشي على طول. انا رايي كده امشي من تدريب منتخب مصر. لو انت هتبص للميديا هتكتب ايه، والناس هتكتب ايه، والاعلام هيكتب ايه؟ اصل مع احترامي، يعني مع احترامي الكامل للتصفيات الافريقيه واحترامي الكابتن جلال، احنا مش بنلعب ريال مدريد، مش بنلعب البرازيل والارجنتين، احنا مين اللي معانا في المجموعه؟ ملاوي واثيوبيا وغينيا. احترامي الكامل للمنتخبات دي، بس انت انت بتتكلم عن منتخب مصر. منتخب مصر اسم مرعب في القاره الافريقيه. برضه هنرجع تاني، وما هو المنتخبات اللي احنا بنقول عليها ديت منتخب ايه؟ المنتخبات ديت لا، المنتخبات دي عملت شكل وحادثة، اتقدمت وعندها محترفين وعندها لعيبه كويسه وعندها اداره فنيه اجنبيه. يعني الكلام ده كنا بنقوله زمان، اثيوبيا لا، اثيوبيا ان شاء الله نكسبها 4-5، مش عارف غينيا لا، الكلام ده كان في الثمانينات والتسعينات. لكن انت لما بتتكلم على منتخب، كل المنتخبات اللي موجوده معاك في المجموعه كانت متواجده في امم افريقيا اللي فاتت، فده دليل انها منتخبات قويه، منتخبات كويسه. ف يعني الحته دي الكابتن ايهاب جلال يشتغل ازاي بيها، ياخد من ايه بالظبط من المباراه اللي فاتت، ويحاول يصلحه في مباراه يوم الخميس ان شاء الله. رؤيتك لمباراه يوم الاحد؟ طيب، هي لو بالنسبه لمباراه يوم الاحد زي ما قلت لحضرتك، انا ما شفتش قدمنا جديد. وعنده مشكله كبيره في مباراه يوم الخميس، انه عنده اصابات كتير. هتلعب بره ملعبك وعندك اصابات كتير، يعني محمد صلاح خلاص بره، النني بره، تريزيجيه بره، فانت مطالب انك برضه تطلع وتعمل اداء وتعمل نتيجه. الجمهور في الوقت ده خلاص، الجمهور المصري مش هيرحم. وانا بقولها تاني، يعني انا عندي نقطه مهمه بحب اقولها، احنا ليه دايما حد مسؤول يقول احنا ليه غيرنا كيروش؟ ما هو ايه السبب اللي احنا غيرنا كيروش؟ لو على التقديم يا كابتن وفكره انك تقدم كره جديده، فكيروش قدم للكره المصريه، قدم وجوه جديده للكره المصريه. هو انت بتتكلم من منطقك انت، لكن في جزء تاني يقول لك لا، كيروش ما قدمش حاجه فلازم يمشي. هي العمليه دي اللي بنتكلم عليها، المدير الفني يمشي ولا يقعد، المدير الفني يمشي ولا يقعد. لو هنفضل دايرين في الحلقه دي مش هنخلص. احنا عايزين، وكنت اتمنى ان الكابتن ايهاب جلال يكون عنده كمان مشروع. انا يا جماعه جاي 22 علشان عندي مشروع لمده 4 سنين بما فيها بطوله امم افريقيا عشان نوصل كاس العالم، وبالتالي يبقى في الناس فاهمه ايه اللي بيحصل. لكن لو كل مباراه هنقول اداء وحش ومدرب بعد طب مستنيين ماتش اثيوبيا، طب مستنيين الماتش اللي بعديه، طب لو كابتن ايهاب جلال ما وصلش ده اللي يمشي ونجيب مدرب اجنبي تاني، وهكذا وهكذا وهكذا. هو ده يا كابتن، هي دي الدايره اللي احنا فيها، اللي احنا اتكلمنا فيها مع حضرتك في البدايه، واللي انت قلته في خطه للكره المصريه. ولذلك انا بقول اللي انت حضرتك قلت لي عليها، وبقول لك هو ليه مشي؟ ما خلاص كنا نصبر بقى على الراجل ونحط خطه ان الراجل يشتغل. الراجل قدم لي وجوه جديده كتير لمنتخب مصر، شفنا في كل الخطوط وجوه جديده لمنتخب مصر. جاب عمر مرموش لاعب ما كانش حد يعرف عنه حاجه، وكنت حضرتك بتنادي في حلقات سابقه كتير في برامجك يا جماعه بصوا في لاعب، في اعمل الارم، في حاجه كويسه. فده راجل قدم لي جديد. انا دلوقتي كابتن ايهاب جلال، انت مسكت الفرقه مسكتها في وقت ضيق وداخل على ماتشات على طول، الله يكون في عونك. واي مدرب معاه هيبص انه لازم يعدي اول ماتشين او يعدي كذا عشان يلقى قبول الجماهير. صحيح. بس لازم برضو يا كابتن ايهاب اما انت تطلع تتكلم في مؤتمر، كان انا كنت مستني الكلام ده في المؤتمر الاول ليك، تكلمني عن الحراك بتقول عليه ده، عن خطه انا عامل ايه للكره المصريه الفتره الجايه، احنا هدفنا ايه؟ انا مش عايز هدف خلاص مدرب يجي يقول لي طوله. اتكلم وقال كابتن ايهاب جلال، قال ما تنتظروش ان انا هطور الاداء في يوم وليله، وقال كمان ان هو بعد المباراه يا كابتن بعد المباراه قال لك كمان انا يعني مش هدي طبعا كل اللي اتعمل، لا هبني عليه، يعني اللي عمله كيروش هبني عليه. وما بنيجي هنبني عليه ديت، هل فرصه غياب النجوم زي محمد صلاح، تريزيجيه، حجازي، النني، هل دي بقى فرصة كمان إن احنا نزق اللعيبة زي المتميزين في الدوري المصري، زي مثلا أحمد عاطف على سبيل المثال ممكن نشوفه بشكل أو بآخر، الولاد اللي ما خدوش فرصة، هل كابتن إيهاب جلال هيكون عنده الجراءة إنه يزقهم مباراة أثيوبيا، ولا هيستنى المباراة الودية أمام كوريا الجنوبية؟ لا أعتقد يا كابتن إن هشوف عنصر جديد قدام أثيوبيا بره الملعب، هيعتمد على نفس العناصر اللي بيعتمد عليها. أنا من دلوقتي بقول لك التشكيل مش هيتغير فيه كتير، هيجيب لاعب مكان لاعب،
لاعب من الاساسيين اللي كانوا بيلعبوا الموجودين، يعني محمد صلاح هيغيب خلاص هلعب باحمد سيد زيزو في مكانه، مرموش هيرجع في مكانه بعد هدف مصطفى محمد، اعتقد مصطفى محمد هيرجع يبدا بيه بره عشان يضغط كمان على دفاعات اثيوبيا، لازم انت بتلعب بره ملعبك تلعب بفرود ويبقى بيضغط، نص الملعب مش هيتغير كتير والدفاع زي ما هو. اعتقد من الصعب انه يخاطر في المباراه دي، لان هو زي ما قلت لحضرتك هو بيبحث عن اول، انت لو خدت 6 بونت في اول مجموعه بنسبه كبيره في تصفيات افريقيا دي بتاخد الاول والثاني، بنسبه كبيره ضمنت انك خلاص هتحجز احدى البطاقتين المؤهلين على المجموعه. وزي ما حضرتك بتقول ان ممكن يوم 14 مباراه كوريا الجنوبيه الوديه دي ممكن نشوف فيها وجوه جديده. اتمنى ان الكابتن ايهاب جلال يقدم لنا وجوه جديده ونشوف وجوه جديده ويغير، خاصه على خلي بالك الناس مش هتزعل، بالعكس يعني الكابتن ايهاب جلال يقدم لنا واحد زي احمد عاطف، يقدم لنا حد يعني مهند لاشين كان هينزل في اخر دقائق ما لحقش، ممكن جدا ياخد فرصه ولو انه مش ناشئ مش لعيب صغير لكن بالزبط. من العناصر الجديده نبص احمد حمدي مثلا على سبيل المثال، لعيب كويس وادى مع النادي الاهلي بشكل كويس محترف، نبص عليه الناس تتعرف عليه، هو ياخد ثقافه المباريات. وزي ما بقول لك ده مش عيب، يعني لسه بنتكلم على الدوري المنتخب الايطالي اللي بيدفع باللعيب لسه عنده 18 سنه بالظبط ولعبه امام المنتخب الالماني. ده يا كابتن اللي بنقول ان انت جايب احمد حمدي واخد افضل لاعب في الدوري الامريكي كذا شهر، جائزه الشهر هناك واخدها اكتر من مره. المباراه اوضحت لينا مباراه غينيا الاولى ان انت في نص الملعب محتاج بلاي ميكر يحرك اللعيبه بشكل كويس. طب انت جبت احمد حمدي ولعيب مش صغير، هو ناشئ هو سنه مش كبير بس لعيب مش صغير عنده خبرات كبيره، لعب في الاهلي فترات كبيره ولعب في اكتر ولو لعيب صغير يعني ولعب في الجونه ولعب في فرق في الدوري، ولو لعيب سنه صغير ايه المشكله، ولو لعيب كويس عنده 18 سنه 20 سنه 21 سنه ده ما بقاش لعيب صغير. بنشوف جافي عنده 18 سنه، بنشوف لعيبه عندها بدري يا كابتن واخد افضل في الدوري الاسباني. طب نبص معاك على ارقام مباراه مصر مع غينيا، ارقام برضو بناخد منها بعض الدلالات، وهل الكابتن ايهاب جلال هيستمر بنفس التشكيله ولا لا. طبعا نسبه الاستحواذ لصالح المنتخب المصري بنسبه 63%، وطبعا التصويبات الغريب ان غينيا صوبت 8 تصويبات، ده رقم كبير، كان واحده ما بين القائم والعارضه. الركنيات لصالح المنتخب المصري، وطبعا زي ما بنقول التمريرات الصحيحه نسبتها كانت 84% صحيحه مقابل تقريبا 70% منتخب الغيني. عايز في رقم معين عايز تتكلم عليه ايهاب؟ هل الناس كلها كانت بتتكلم ان الكابتن ايهاب جلال اتكلم عن الاستحواذ؟ الاستحواذ استحواذ بلا فعاليه، يعني استحواذ بلا فعاليه، ايه اللي انا استفدته منه؟ ماذا لو يعني انا بقول بضربه الحظ لو مصطفى محمد ما جابش الهدف اللي جابه، خبطت في رجل المدافع وراحت دخلت الجون، غلط فيها الجون اللي مقدم مباراه كبيره جدا ابراهيم كونيه، بس برضو انا ايه الهجمات اللي كانت خطيره على مدار اللي حضرتك شفتها تقدر تكلمنا عليها خلال المباراه؟ في هجمات خطيره لمنتخب مصر، في شكل هجومي لمنتخب مصر، في جمل معينه بتتنفذ. احنا دايما بنقول في جمل، يعني زي ما حضرتك كابتن الجهري كنت بتشوف كل مباراه يعني فاجئنا في نهاية امم افريقيا في جمله، في الفاول اتعمل في حاجه، واحد جري واحد فيها يا كابتن في حاجه بتتعمل. انا مش شايف منتخب مصر فيه اي جمل فنيه بتحصل فيه، مش شايف فيه شكل المنتخب، شكل المنتخب مفيش الروح. يعني انت لو حضرتك اكيد شفتها الجماهير قاعده بتتفرج على المباراه دي، مفيش اي روح عند اللعيبه. قبل المباراه التحضير اللي قبل المباراه انا كنت حاسس ان احنا داخلين على مباراه وديه، مفيش اي اهتمام المسؤولين اتحاد الكوره الكلام ده، المباراه اكنها مباراه وديه داخلينها. يعني في حاجات كتير قوي يا كابتن عايزين نعملها عشان نصلح، محتاجين شغل اكتر، محتاجين الخطه اللي حضرتك اتكلمت عليها. يعني انا عندي الدوري المصري 18 فرقه، ليه؟ ايه اللي بيقدموه 18 فرقه؟ اولى خطوات الاصلاح الدوري ده يقل ل 12 فرقه او 14 فرقه، كفايه جدا كفايه جدا وتقدم كره قويه. حلو، انت لو هتلعب على الجزئيه دي يبقى لازم مش هتبقى الدوري الممتاز الف بس، لكن يعني وما ادناه يبقى لازم هتصلح في الممتاز بيه، هيصلح في كل الدرجات بالظبط. وبالتالي هي 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 محتاجه شغل كبير جدا، محتاج ثوره يا كابتن، ومحتاج ثوره على يعني للافضل، محتاجه شغل كبير جدا. لكن خلينا نتكلم انا وانت كمان عن مباريات الجوله اللي فاتت في التصفيات المؤهله لامم افريقيا، نشوف النتائج مع بعض عشان برضو نناقشها مع ايهاب. هل كان فيها مفاجآت بالنسبه لك؟ هل النتائج طبيعيه؟ هل الامور بقت صعبه شويه على بعض الفرق من التوب ليفل انها توصل لهذه النهايات في السنه الجايه ان شاء الله؟
شفت الجولة ازاي اجماليا بالنسبة للنتائج؟ بشكل عام مبدئيا يا كابتن الفرق الكبيرة تقريبا كلها حققت الانتصارات، الكبار كلهم حققوا الانتصاررات. منتخب الجزائر قدر يكسب 2-0، منتخب تونس كسب، منتخب مصر كسب، منتخب مالي كسب 4 برضو. النتائج السنغال كسب، السنغال كسب 3-0 ثلاثية هاتريك لساديو ماني نجم كبير مع منتخب بلاده. يعني كل الفرق الكبيرة قدرت تحقق النجاحات، باستثناء ممكن أقول إن الكونغو بس خسر واحد على ملعبه أعتقد من الجابون، ممكن جابون أعتقد الجابون كسب 1-0، كسب الكونغو. يعني إن الكونغو فرقة كبيرة وفرقة تاريخ شوية في أفريقيا برضو، هي دي. إنما معظم النتائج نتائج طبيعية، الكبار حققوا الانتصارات وعملوا انتصارات مدوية، ولكن ما نقدرش نحكم بعد الجولة إن أنا أقول إن ده هيصعد أو ده مش هيصعد. ممكن الجولة الثالثة كابتن تبان قوي خلاص ملامح المجموعات كلها، ولكن بشكل عام كل الفرق الكبيرة قدرت إنها تحقق الانتصارات في الجولة الأولى. طبعا الانتصارات في الجولة الأولى مهم جدا طبعاً. ودايما البدايات بتبقى صعبة، خاصة لو إدارة فنية جديدة. الفوز كان مهم جدا، وده كان واضح على الجهاز الفني لمنتخبنا إن أداء باهت إلى حد كبير، ولكن كمان كانت هتبقى مصيبة مثلا لو تعادلنا، لأن طبعا أنت بتتكلم على منتخب غينيا هو المنافس الأشرس في هذه المجموعة، وبالتالي الفوز كان مهم جدا. أمام أثيوبيا قدامنا النتائج هنا، طبعا ليبيا فازت على بوتسوانا 1-0، أنجولا فاز على أفريقيا الوسطى 2-1، غانا 3-0 على مدغشقر، موزمبيق 1-1 مع رواندا، تونس والفوز 4-0 على غينيا الاستوائية، جزر القمر والفوز على ليستو 2-0، توجو 2-2 أمام سواتيني، ساحل العاج 3-1 أمام زامبيا. زي ما أنت قلت كل الفرق الكبيرة بتكسب، بوركينا فاسو 2-0 على راس الأخضر، ناميبيا 1-1 مع بروندي، النيجر 1-1 مع تنزانيا، جامبيا 1-0 فوز على جنوب السودان، السنغال 3-1 على بنين، موريتانيا 3-0 أمام السودان، والجزائر كسبت 2 ومالي كسبت 4. زي ما أنت بتتكلم يعني ما فيش مفاجآت كبيرة في الجولة الأولى. يعني مفاجأة واحدة نسيتها وكنت أتكلم عليها، موريتانيا. التطور الكبير في هذا البلد، المرابطين، منتخب المرابطين اللي قدر يكسب السودان. السودان أحد أعرق الفرق الأفريقية طبعا، سكور الجديان منتخب عريق. يعني أنا لأول ولها كابتن لما قريت الخبر افتكرت أن منتخب جنوب السودان اللي خسر، لا ولكن لقيت فعلا أن منتخب السودان اللي خسر، دي كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لي. خلي بالك بوتسوانا كمان اتعادل مع تونس 0-0، لكن تونس خرج الديار بعد طبعا فوزها 4-0 على غينيا الاستوائية. فزي ما انت قلت الجولات في دايما الجولة الثالثة بتحسم الأمور بشكل كبير. بالظبط. توقعاتك للمجموعة ديت ترتيبها ان شاء الله احنا هنوصل بإذن الله، مصر وغينيا، مصر وغينيا، أثيوبيا الثالث، منتخب ملاوي او أثيوبيا واحد فيهم الثالث، بس مصر وغينيا بنسبة كبيرة. الأسماء الخبرات اللي موجودة، مصر بتلعب بالخبرة شوية وغينيا عندها كتيبة من المحترفين. منتخب غينيا لو كان لعب، انا بقولها يا كابتن، لو كان منتخب غينيا طمع في المباراة هنا في مصر كان يقدر يكسب. كويس إن الحمد لله انه ما اتمعش يا ايهاب. هنروح لفاصل هنشوف حضراتكم مع يمكن جدول المباريات الجوله الثانيه في التصفيات المؤهله لامم افريقيا القادمه 2023. نطلع فاصل بعديه ونرجع نكمل حوارنا الرائع مع المتميز ايهاب الجنيدي. اهلا بحضراتكم مره تانية. ايهاب، كنا بنتكلم على طبعا تصفيات المؤهله لامم افريقيا، خلينا نروح للقاره الاوروبيه وجولات قويه جدا جدا على مستوى دوري الامم الاوروبيه. شايف المباريات دي ازاي، وهل في بعض المفاجات اللي شفتها من خلال الجوله الاولى؟ بطوله رائعه يا كابتن، بطوله قويه جدا، بطوله رائعه جدا، فكر رائع وراقي من الويفا
انه يفكر في بطوله زي ديت، بطوله تانية على مستوى تقريبا على نفس مستوى كاس الامم الاوروبيه، نفس مستوى اليورو وتصفيات اليورو، وعشان يضيف لها الحماسه يا كابتن والقوه والتاثير، خد منها قال ان هي ثلاث فرق منها بيروحوا مثلا اليورو، يروحوا لبطوله اليورو، ده خلاها برضو ادها اهميه كبيره لدى الدول اللي مشاركه فيها، او لدى دول كل قاره اوروبا تقريبا بتشارك فيها خلاص دلوقتي. يعني بعد اول بطوله وثاني بطوله، البطوله دلوقتي بقت قويه جدا يا كابتن، تحس بطوله منافسات قويه جدا، والفرق بعد ما كانت اول بطولتين زي ما شفنا او اول بطوله تحديدا كنا بنلاقي اسماء بدلاء وشباب بيلعبوا كده، دلوقتي بتلاقي السكواد بالكامل بتاع المنتخبات بيلعب، والاسماء النجوم الكبيره بيلعبوا بينافسوا بقوه. بطوله جميله جدا، فيها مفاجآت وفيها منافسات وفرصه للمنتخبات، زي ما حضرتك قلت بتتكلم على منتخب مصر وازاي الخطه، انا شايف ان دي بطوله فيها فرصه للمنتخبات انك تجرب لعيبه، تجيب لعيبه بدلاء تشوفهم، تجيب لعيبه صغيره تشوفهم زي ما شفنا في ايطاليا، تجرب قبل بطوله اليورو. بمناسبه ايطاليا كمان معانا عبر سكايب طبعا كمان مدرب حراس مرمى ايطالي على مستوى عالي جدا جدا، انتونيلا براميلا، ده طبعا المدرب حراس المرمى لنادي واتفورد الانجليزي. بنرحب بيك انتو على شاشه قناه النادي الاهلي، اهلا وسهلا بيك. مساء الخير على الجميع، شكرا لتوجيه الدعوه لانتونيلو. انا سعيد بالظهور على شاشه قناه النادي الاهلي لان اعرف دائما واعرف جيدا النادي الاهلي ثاني اكثر الانديه تتويجا بالبطولات القاريه في العالم. الاهلي يقدم اداء رائع ومنتخب مصر ايضا، وانا سعيد لوجودي معكم في الاستوديو، واوجه تحيه كبيره للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. واعتقد ان الاهلي يعرف دائما ويعرف جيدا كيف يعود بعد خساره اللقب الحادي عشر. احنا كمان سعداء بوجودك معانا، وعايز قبل ما نتكلم طبعا نتكلم في كل المحاور، لكن خلينا نتكلم الاول على واتفورد. طبعا واتفورد وطبعا يعني اداء غير متوقع خلال الفترات الاخيره من الموسم، مما ادى الى طبعا سقوطه للتشامبيونشيب، رغم وجود مدرب كبير زي راي هوتسون على الإدارة الفنية، شايف إيه الأسباب؟ وهل واتفورد قادر الموسم القادم الصعود مرة تانية للبريمير ليج؟ للأسف السبب الرئيسي في هبوط واتفورد للتشامبيونشيب أكثر 10 فرق في الجدول الإنجليزي كانوا يعانون معاناة كبيرة، والكل كان يتوقع أن يهبط منهم في الآخر، لكن للأسف قمنا بتغيير المدرب، وكانت هناك بعض القرارات الخاطئة التي اتخذتها الإدارة جانب المدرب. تغيير المدرب للأسف كان السبب الكبير في هبوط واتفورد للتشامبيونشيب. أتمنى أن نعود إلى العام القادم إلى البريمير ليج. كلنا كنا طبعا متابعين اكيد هنا في مصر، متابعين جيدين جدا للبريمير ليج لوجود نجمنا الكبير محمد صلاح. عايز اعرف رايك على طبعا تالق محمد صلاح في الفتره الاخيره وحصوله على هداف الدوري الانجليزي مناصفه طبعا مع سون الكوري للمره الثالثه على التوالي، شايف اداء محمد صلاح ازاي وبقاؤه او رحيله من ليفربول؟ هل انت مع بقاؤه ام رحيله الى نادي اخر الموسم بعد القادم؟ قبل كل شيء شاهدت محمد صلاح قبل ان اشاهده تحت عينه، شاهدته في التي في. محمد صلاح يلعب بشغف، يلعب بحب، هو لاعب كبير وبطل كبير، قام بإحراز العديد من الأهداف الهامة التي ساعدت فريقه في التتويج بالبطولات الأخيرة. ومحمد صلاح قام بعمل طفرة كبيرة لفريق الريدز في ليفربول. أعشق صلاح لأن أعجب بحماس صلاح، لكن بالنسبة لمستقبل صلاح أتمنى أن يذهب صلاح إلى نادي كبير في الأيام القادمة بدون ذكر الأسماء، لأن الأندية الكبيرة كثيرة، ولكن أعتقد أنك عرفت الإجابة. يعني مش عارف الإجابة قوي، لكن الأندية كبيرة، لكن على مستوى البريمير ليج كلنا عارفين مين النادي اللي ممكن يروح لمحمد صلاح
هل تقصد على مستوى البريمير ليج او على مستوى برشلونه في الليغا الاسبانيه او ريال مدريد في الليغا الاسبانيه او بي اس جي على مستوى الدوري الفرنسي؟ ما magari gli manca un po' di sole. بالنسبه لي لازم نسال على صلاح ان يغادر انجلترا لان انجلترا كما لكن اتمنى ان يذهب الى اسبانيا. الى اسبانيا برشلونه ولا الريال؟ بالنسبة لي الريال مدريد، أتمنى أن يذهب إلى ريال مدريد صلاح لأن مستوى صلاح سيكون معه. طيب بالنسبة ده الموضوع صلاح، لكن كمان على مستوى ساديو ماني كمان أكيد أنت متواجد ومتابع ساديو ماني كمان، هل هو على أعتاب خلاص وجوده في البوندس ليجا من خلال باير ميونخ؟ هل تأثير ماني هيكون قوي على أداء الهجوم لليفربول الموسم القادم أم ليفربول قادر على تعويض غياب او رحيل ساديو ماني بالنسبه للبريمير ليج العام القادم؟ لاعب كبير جدا ساديو ماني، شاهدته من الملعب امامي من خلف الخطوط وشاهدته ايضا مع منتخب السنغال. ساديو ماني مثال وقدوه للاعب الافريقي. بالنسبة لي وبالنسبة لآخر الأخبار التي تناقلتها الصحف الإنجليزية، لكن أعتقد أن الأمور حسمت وساديو ماني سيذهب إلى ألمانيا وسيذهب إلى بايرن ميونخ. قرأت بعض الأخبار في الصحف وهي أخبار مؤكدة، لكن هو لاعب كبير سيترك تأثير في ليفربول بالطبع، وأعتقد من الصعب تعويض ساديو ماني. على المستوى الهجومي بنتكلم على افضل اثنين، بنتكلم على ساديو ماني ومحمد صلاح، لكن خلينا اتكلم معاك على حراس المرمى، رايك ايه في حراس المرمى طبعا على مستوى البريمير ليج بكار ادرسون وبنتكلم على ميندي بالنسبه لتشيلسي، رايك ايه في حراس المرمى في الدوري الانجليزي ومن هو في وجهه نظرك افضل حارس مرمى لهذا العام في البريمير ليج؟ بالنسبة لدوري أبطال أوروبا هو أقوى بطولة في أوروبا، ولذلك يجب أن أختار كورتوا. بالنسبة لي هو أفضل حارس مرمى في أوروبا، دعني أتحدث عن أوروبا إن جنرال، لأن كورتوا أثر كبيرا في فوز ريال مدريد بالشامبيونز ليج. لكن بالنسبة لي هناك العديد من إنجلترا، لدي اثنين مفضلين هوغو لوريس وإيدر مارتينيز، بالنسبة لي هم المفضلين، وأعتقد أن أليسون وإيدرسون حارس السيتي. لكن الحراس كثيرون، لكن بالنسبة لي من شاهدتهم من خلف الخطوط هوغو لوريس، وأعتقد أنه مثال وقدوة لحراس المرمى، هو الأقوى بالنسبة لي هو هوغو لوريس. قد تقول غريبة لأنه يدرب حراس واتفورد وقد اختار واتفورد، لكن نحن هنا ليست لدينا حسابات، مع أنا اختار الأفضل من وجهة نظري، لأن هذه هي فطرة الأوروبيين، لا يجب أن اختار من يلعب معي، ليس يجب أن يكون هو الأفضل. وأعتقد أن مارتينيز يلعب بشغف وحارس مرمى قوي جدا تحت ثلاث خشبات، يشتغل على نفسه كثيرا ويتبع اساليب التكنولوجيا الحديثه في التدريب. طيب انتو عايز اسالك على ديخيا طبعا حارس المان يونايتد، رايك ايه في ديخيا؟ بكل تاكيد هذا العام كان افضل من اخر ثلاثه اعوام. هو حارس مرمى ليس كما ديخيا في الأعوام الماضية، لكن هو يبقى بطل كبير ويبقى حارس مرمى كبير، وقام بعمل الإنقاذات الرائعة في الدوري الإنجليزي مع ألمانيو، وأنا أعتقد أنه من أفضل حراس المرمى في العالم أيضا وإنجلترا، وأليسون أيضا معه وإيدرسون، لكن لا يجب أن يتم استبعاد ديخيا من أفضل حراس المرمى في العالم. كنت لسه هسأله بس عن استبعاد، كمان بنتكلم على استبعاد لويس إنريكا طبعا المدير الفني المنتخب الأسباني، قال أنه مش هيستدعي ديخيا للمنتخب الأسباني عشان
طريقه اداؤه لا تناسب طريقه لعبي، رايك ايه في الجزئيه دي يا اندرو؟ Beh, diciamo che forse dei portieri spagnoli non è quello più bravo coi piedi. بالنسبة لي حراس المرمى الأسبان ليسوا كالإنجليز وليسوا كالألمان لأنهم لا يبدأون الهجمة من الخلف وهذا ما يريده لويس إنريكي. لكن تم ظلم حارس المرمى دخية. واعتقد ان في هذه الايام دخية كان يستحق معنويا ان يتم استدعائه من جانب لويس انريكي كمعنويا لانه قد يحتاج اليه في الايام القادمه. المنتخب داخل على بطوله كاس العالم وينافس الان في دوري الامم الاوروبيه، لكن انتم تظلمون دائما الحراس لان انت تطلب من الحارس ان يقوم بالهجمه، ثم عندما يبدأ وسط الميدان والمهاجم ليس بقوة حارس المرمى. إذا يجب أن تعلم قبل كل شيء، يجب أن تعلم مقومات حارسك، هل هو قادر على أن يبدأ الهجمة أم لا. لكن دخية يعاني من مشاكل، لويس إنريكي على حق، لكن لا يجب أن يتم ظلم دخية. وأعتقد أن حارس المرمى في الأيام القادمة هناك بعض الأساليب ستدخل في التمرينات، وللأسف هؤلاء عندما تمرنوا لم يتمرنوا على أحدث التقنية الحديثة، ولهذا لا يستطيع دخية أو غيره، قليلون هم في العالم من يبدأ الهجمة من حارس المرمى. واعتقد ان حارس المرمى وظيفته الاولى والاخيره ان يقوم بالانقاذات، لا يقوم ببدء الهجمه. هناك لاعبون اخرون يجب ان يبدون الهجمه، ليس حارس المرمى. ما فيش شك طبعا. وطبعا عايز اسالك كمان عن متابعتك لطبعا حراس مرمى المنتخب المصري والدوري المصري طبعا على راسهم النادي الاهلي، رؤيتك ايه لمحمد الشناوي وايه اللي انت من شايفه من خلالك من خلال مدرب حراس مرمى كبير زيك، ايه اللي ممكن يطور من اداء الشناوي الفتره اللي فاتت وتقييمك لاداء حراس المرمى المصريين بشكل عام؟ انا شاهدته ثلاث مباريات للشناوي. الشناوي عجبت كثيرا بمستوى الشناوي لان الشناوي لديه قامه بدنيه كبيره وهو رائع تحت الثلاث خشبات، ومن أفضل حراس المرمى في التصدي أيضا لضربات الترجيح. بالنسبة لي حارس مرمى كبير ويجب أن يلعب في أوروبا ويستطيع أن يحرس مرمى أحد الفرق الأوروبية. وأعتقد أنا معجب جدا بالشناوي. آخر سؤال، أنتو هل من يعني لو اتعرض عليك العمل في مصر أو في الوطن العربي بشكل عام، هل ترحب بهذه التجربة على المستوى الشخصي؟ عندك خبرات كبيرة كمدرب حراس مرمى، هل ترحب بهذه الفكرة؟ بكل تأكيد إذا ما تم توجيه دعوة للأهلي لا أستطيع أن أقول لا، لأن الأهلي من أفضل الأندية في الوطن العربي. والأهلي يساعد أي مدرب أو أي لاعب للنجاح فيه. أنا قمت بتدريب في الإمارات العربية، لكن التدريب في مصر للنادي الأهلي قد يكون غير. لديكم شغف، ولكن أحترم مدرب حارس المرمى الحالي الموجود في الفريق، يقدم أداء عظيم مع الشناوي، لكن إذا قال لي الأهلي لا أستطيع أن أقول لا. أنتينيولو بريميلا طبعا المدرب الإيطالي الرائع ومدرب حراس مرمى واتفورد، بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا على شاشة قناة النادي الأهلي، شكرا جزيلا. للنادي الأهلي وتحية كبيرة لشاشة قناة النادي الأهلي، وتحية كبيرة لكم وشكرا لكم، وكنت محظوظ الدخول معكم في هذا البرنامج، شكرا لكم. شكرا ليك وشكر واصل كمان لإسلام لوكا طبعا المترجم المتميز. هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل بقى نواصل حديثنا مع الناقد الرياضي إيهاب الجنيدي ونتكلم على طبعا دوري الأمم الأوروبية مفاجآته ومبارياته بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم مره تانية ايهاب. عايزين كنا بنتكلم على دوري الامم الاوروبيه وقد ايه انت قلت يعني بطوله اكتر من رائعه. الويفا بيعمل حاجه عظيمه جدا حتى للمنتخبات الاقل مستوى، بيديها الفرص وبيديها الاحتكاك، لكن كمان في مفاجآت ظهرت. يعني يمكن بعد ما المنتخب الايطالي خسر الفاناليسما امام الارجنتين بيعمل اداء اكتر من رائع امام منتخب المانيا والتعادل 1-1. منتخب ايطاليا قدم مباراه كابتن كبيره جدا، كان محل اشاده المدير الفني للمنتخب الالماني بعد المباراه هانز فيليك، اتكلم على الفرقه وقال ان فرقه ايطاليا الحقيقه عجبتني جدا، واشاد بمانشيني واللي عامله مع الفرقه، وقال ان الكره الايطاليه فيها شيء جميل دايما بنحبها رغم فرقته. وعنده على فكره الماتش بقى، انا عنده انجلترا المانيا ماتش سقري مع انجلترا كابتن. انجلترا في الجوله الاولى كمان اتغلبت خسرت من المجر، مفاجاه كبيره جدا، وكانت مفاجاه كبيره وصدمه في الشارع الانجليزي ان منتخبهم منتخب انجلترا الكبير ده خسر قدام منتخب المجر، خسر 1، وكانت مفاجاه كبيره. بيقود المجر النجم الكبير ماركو روسي نجم كره القدم، وعامل نتائج معهم كويسه جدا من ايام بطوله اليورو لحد الان مستمر معهم. وبرضه يا كابتن المفارقه ان منتخب المانيا اخر خساره ليه كانت قدام انجلترا، صحيح، اللي هي كانت في اليورو. من ساعتها الفرقه مشيت 10 مباريات على التوالي لم تخسر. الماتش بقى اللي بينهم ده هيحصل ايه؟ ماتش صعب النهارده جدا، منتخب المانيا ومنتخب انجلترا في دوري الامم الاوروبيه اكيد مباراه قويه جدا. لكن كمان على مستوى حضراتكم عارفين الملحق الاوروبي للوصول لكاس العالم قطر 2022 كان كمان بعد طبعا مباراه كبيره جدا المنتخب الاوكراني امام اسكتلندا وفوزها 3-1، كانت المباراه النهائيه امام منتخب ويلز. وشفت المباراه طبعا 1-0 صالح ويلز، شفت المباراه ازاي وصعود ويلز بعد يمكن 64 سنه من 64 سنه اخر كاس العالم عذرا كان في منتخب ويلز كان 1958، بطوله كاس العالم 58 في السويد اعتقد، دي كانت اخر بطوله تتواجد فيها ويلز. فطبعا مش عايز اقول لحضرتك ان الدنيا والاجواء كانت عامله ازاي في ويلز المقاطعه المملكه المتحده. شفت الماتش ازاي ده؟ تابعته؟ الماتش المباراه كانت صعبه جدا، يعني ما تقدرش تقول ان الفرقه دي تكسب طول المباراه ودي تكسب، ولكن في عاملين كانوا مهمين قوي في المباراه دي. حارس المرمى بتاع ويلز حارس مرمى عظيم قدم مباراه كبيره جدا، والنجم الكبير الاسطوري اللي انا بقول اسطوره عندهم بغض النظر عن الموسم بتاعه عامل ازاي او ريال مدريد او بيلعب ازاي، جاريس بيل كابتن رمز في ويلز. جاريس بيل مش لاعب عادي، هو طبعا عمل الركله الحره اللي اخطا مدافع اوكرانيا فيها ودخلها في مرمى وجي منها هدف المباراه الوحيد. المباراه انتهت 1-0 يعني بصعوبه بالغه جدا، ولكن كان هدف كافي انه يحقق احلام وطموحات الشعب الويلزي اللي كان بيحلم انه يرجع كاس العالم. كثير من الناس بعد فوز المنتخب الاوكراني على اسكتلندا ممكن تقول تعاطفا طبعا مع الظروف اللي بيمر بيها الشعب الاوكراني مع منتخب على النواحي النفسيه اكيد بيأثر عليه ما يثار في بلده، كان في يعني في مساندة كبيرة للمنتخب الأوكراني. المنتخب الويلزي شايف ده من أفضل الأجيال في منتخب ويلز، هل يستحق الوصول وهل ممكن يوصل لأدوار متقدمة في كأس العالم، ولا شرف الوصول كفاية جدا لهذا الجيل؟ جيل عظيم طبعا كابتن، جيل أرون رامزي وجاريس بيل ومجموعة من الأسماء هم الأفضل الحقيقة في منتخب ويلز من سنين طويلة جدا. زي ما قلت حضرتك 64 سنة، تخيل 64 سنة فرقة ما وصلتش كأس العالم. فطبعا الجيل ده عندهم دلوقتي عند الإعلام وعند كله هناك بيتكلموا عليه، بيقول لك كان فيها أفراح وسهر في اليومين اللي فاتوا في ويلز. طبعا أفراح كبيرة جدا إن فرقة بتحقق 64 سنة كابتن، كام جيل، 6-7 أجيال ما شافوش منتخبهم في كاس العالم، اخيرا وصل كاس العالم. انما قبل المباراه كانت دي الاجواء اللي حضرتك بتتكلم فيها، كان في تعاطف كبير جدا في العالم كله مع منتخب اوكرانيا، مع الجماهير الاوكرانيه اللي رغم الظروف اللي هي فيها سافرت ورا منتخب بلادها وحضروا المباراه وشجعوا بكل حماس. وعشان كده مدرب ويلزي نفسه كان كل تركيزه في كلمته كمان ركز على الجماهير دي ووجه لها الشكر، ووجه الشكر لمنتخب اوكرانيا وقال انه قدم مباراه كبيره جدا في ظل الظروف اللي هو فيها. صحيح، كمان روب بيج المدير الفني للمنتخب الويلزي كان اكيد سعيد بهذا الانجاز الكبير، 64 سنه بعيدا عن المونديال ويلز بيحقق المعجزه بيصل الى المونديال. تعالوا مع حضراتكم نشوف المدير الفني لويلز قال ايه بعد الوصول لكاس العالم. إنه شعور لا يصدق إذا كان بإمكانك رؤية المشاهد في غرفة تغيير الملابس الآن فهذا أمر لا يصدق. لقد كانت مباراة مرهقة، لقد كانت كذلك، اعتقدت أن أوكرانيا كانت ممتازة، لقد فعلت ذلك
حقا ولم يفاجئوني أمام اسكتلندا. أعتقد أنهم كانوا ممتازين واستحقوا الفوز تماما، وبعدما شاهدتهم علمت أننا يجب أن نكون في أفضل حالاتنا للحصول على الفوز. إنه شعور لا يصدق. أنا فخور باللاعبين والمشجعين. منذ الدقيقة الأولى أنصار ويلز كانوا رائعين، وجماهير منتخب أوكرانيا أيضا يستحقون الكثير من الثناء لما فعلوه ولإظهار دعمهم والسفر خلف فريقهم. لقد أردنا أن نظهر لهم هذا الاحترام. جارث بيل لاعب كبير لويلز، وفي المباريات الكبيرة يقدم لنا الكثير دائما، وقد فعل ذلك ضد النمسا بتسجيل هدفين، وقد فعل ذلك أيضا أمام أوكرانيا مرة أخرى بضربة حرة أخرى سجل منها الأوكراني أندري هدفا في مرماه. لذلك وعندما تعلم أنك حصلت على شخص بجودته فإنه دائما ما يشكل تهديدا. تعليقك يا إيهاب طبعا فرحة كبيرة جدا جدا، وبيأكد دور جارث بيل مش في المباراة دي، في المباريات الكبيرة وخاصة مباراته أمام النمسا. بالضبط يا كابتن، لو تتبعت مشوار ويلز من بداية البطولة هتلاقي في كل مباراة تقريبا في بصمة في لدغة لجارث بيل في الوقت اللي هو ما كانش فيه، بعيد خالص عن المشاركة مع ريال مدريد، وما بنشوفوش مع ريال مدريد، وفي بعض الأوقات للمفارقة كانوا بيقولوا مصاب، والغريبة تتفاجئ إنه بيلعب مع منتخب ويلز وموجود مع منتخب ويلز. بيفاجئك مستواه العالي رغم ابتعاده عن الملاعب لفترات مش قصيرة، إنه بينزل مع منتخب بلده وكأنه لاعب أساسي في فرقته وبيقدم كل اللي عنده. أنا بيفاجئني جدا يا كابتن جارث بيل. جارث بيل لاعب مع منتخب بلده لاعب غريب جدا، لاعب مختلف تماما، يعني أنت ما بتشوفوش مع الفرقة بتاعته ليه تأثير كبير لما بيشارك. يعني تقريبا من أنا ما شفتش جارث بيل اللاعب الأسطوري اللي مؤثر من نهائي 2018 لما جاب الهدفين والباكورد اللي حطه في ليفربول وكده، وكان الماتش اللي كان خارق فيه ده. تقريبا من ساعتها ما سمعتش حراك ان جارث بيل كان مؤثر اسابيع قليله في توتنهام لما لعب معاهم اعاره ورجع تاني. هو خلاص هو تقريبا ما مشي من ريال مدريد وكان وداع الموسم ده بعد ما خدوا دوري ابطال. جارث بيل لاعب عظيم، لاعب انجازات كبيره، 5 دوري ابطال، شيء مش سهل جدا وشيء مش بسيط ان اي لاعب يعمله في العالم، واخد 5 دوري ابطال مع ريال مدريد، وهو العلامه زي ما بقول حضرتك العلامه الفارقه في منتخب ويلز. طيب نتائج الجوله الاولى للدوري الامم الاوروبيه زي ما بقول لحضراتكم كان فيها مفاجات كبيره جدا، هنشوفها مع حضراتكم، ومنها نطلع لفاصل عشان نرجع بقى نتكلم على الترانسفير ويندو. طبعا موسم الانتقالات الساخن جدا في اوروبا هيكون معانا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه في نهايه حلقتنا النهارده. عندنا فقره مهمه جدا، وان شاء الله الفقره دي هتكون معانا دايما في المحترف. زي ما حضراتكم عارفين منافسات في الدوريات الاوروبا الخمسه وخلاص خلصت، ولكن بدا منافسات اخرى، الترانسفير ماركت او الماركاتو الصيفي طبعا المشتعل في طبعا في اوروبا، هيكون ان شاء الله في كل حلقه في المحترف عندنا اخبار عن الماركاتو الصيفي بالنسبه لاوروبا. وهبدا مع طبعا ناقدنا الكبير إيهاب الجنيدي بأربع أسماء النهاردة معانا ونتكلم عليهم. نبدأ بمحمد صلاح. محمد صلاح، هل فعلا اتعرض عليه من فريق برشلونة أو من إدارة برشلونة أنه يتواجد في الموسم القادم في برشلونة بالمجان؟ ومعنى بالمجان يعني هيمشي ليفربول، مش هياخد فلوس، ولكن هيكون الحصيلة الأكبر في جيب محمد صلاح، أو في يعني محمد صلاح هيحصل على الجزء الاكبر من الانتقال. بص كابتن هاني، قولا واحدا عشان في جدل كبير حول صلاح. أيوة، صلاح مكمل الموسم الجديد مع فريق ليفربول. صلاح مش هيمشي في الموسم الجديد، حته التجديد هي اللي عليها غموض، هل هيجدد ولا لا؟ هي دي اللي لسه محل شك كبير حتى الان، انما الموسم ده اللي هو نهايه عقده 2023 يونيو 2023 محمد صلاح موجود مع فريق ليفربول في ناديين اثنين بس دلوقتي حاليا خلاص بقت الوجهه الاقرب ليه. الاول مانشستر سيتي اللي كشف التقارير الانجليزيه انه عايزه هيديله 400,000 استرليني اللي عايزهم محمد صلاح، يعني طبعا وده كانت بناء على تقرير قال لك ان مش منطقي ان جاك جيليش ياخد 300,000 استرليني في الاسبوع ولاعب زي محمد صلاح. حتى اساطير في انجلترا قالوا الكلام ده، ان مش ممكن محمد صلاح لاعب ماكينه اهداف زي ده ولاعيب بيسجل الاهداف دي على مدار 5 مواسم متتاليه ما ياخدش المبلغ الكبير اللي هو عايزه.
الناحيه الثانيه برشلونه كشف التقرير، وصحيفه ميرور كتبت الكلام ده، ان محمد صلاح اعطى وعدا لبرشلونه، هما كتبوها كده نصا انه اعطى وعدا بالانتقال الى برشلونه في الموسم الجديد. برضو تشافي بيرغب في الحصول على توقيع محمد صلاح، وبرشلونه عندهم ازمه ماليه، ولكن ما عندهمش مشكله انهم يدفعوا الراتب الكبير اللي عايزه محمد صلاح، خاصه ان عندهم اكتر من لاعب في الفرقه عندهم رواتب كبيره، وممكن يكون محمد صلاح ميسي برشلونه الجديد لتعويض غياب ميسي. طيب سؤال فني قبل ما نروح للاعب الثاني، هل تفضل ان محمد صلاح ينتقل للمان سيتي ويبقى في البريمير ليج لتواصل الارقام اللي خلاص خد على الاجواء، ولا هيكون في مشكله لمحمد صلاح؟ هل بقائه في البريمير ليج افضل من الانتقال لبرشلونه حال السنه اللي جايه؟ بقائه في البريمير ليج هيسبب مشاكل كبيره في وجهه نظر لمحمد صلاح. محمد صلاح سيصبح مكروها من جماهير ليفربول، وسيصبح مكروها من جماهير الغريم التقليدي للسيتي طبعا، مانشستر يونايتد، فهيبقى مش هيبقى الوضع اللي كان عليه في السنين اللي فاتت. السنين اللي فاتت محمد صلاح كان ايقونه في انجلترا، عايز يبحث عن انجازات جديده والكره الذهبيه وشغل جديد عالي ليه بالنسبه له. اعتقد من الافضل انه يروح الدوري الاسباني الفتره الجايه. من الجمله الاخيره دي نستبعد خالص بعض التقارير اللي قالت ان طبعا المستثمرين السعوديين في نيوكاسل عرضوا على محمد صلاح اكبر راتب فيه على مستوى البريمير ليج، هل ده ممكن يحصل، ان ممكن نشوف محمد صلاح في المشروع الجديد لنيوكاسل، ولا مستبعد؟ لا، محمد صلاح لاعب ذكي، محمد صلاح يبحث عن انجازات، حلم محمد صلاح الكرة الذهبية والانجاز الفردي، وده مش هيتحقق الا في فريق كبير. ولا اعتقد ان ليفربول في الموسم الجديد هيبقى ليفربول اللي شفناه السنة دي، في حال رحيل النجوم الكبار المتوقع عن ليفربول ساديو ماني ومحمد صلاح تقريبا جناحين ليفربول، وتقريبا هم اللي شايلين طايرين بالفرقة، فلو الاثنين دول مشوا ما اعتقدش ليفربول هيبقى هو ليفربول. كان مع الجانب الاخر كمان المان سيتي بوجود هالاند كمان هيبقى فريق مرعب. طيب نروح للاعب الثاني ليفاندوفسكي، طبعا نجم البايرن وكابتن المنتخب البولندي، اخباره ايه؟ خلاص حط لهم العقده في المنشار زي ما بنقول. محمد اخر حاجه ليفاندوفسكي امبارح قال انا مش هتدرب قولا واحدا، برضو قال لهم خلاص انا مش هشارك في فتره الاعداد للموسم الجديد، حضرتك عارفها في اوروبا هتبدا خلاص من في بعض الفرق اواخر يونيو وبعض الفرق في اول سبعه. ابلغ اداره النادي انه لن يشارك في فتره اعداد الموسم الجديد مع فريق بايرن ميونخ. في المقابل هيربرت رئيس النادي قال احنا مش محتاجين فلوس، علني كده هو اول كلمه قال احنا مش محتاجين فلوس ومش هنبيع ليفاندوفسكي، وليفاندوفسكي لاعب محترف واعتقد ان عليه انه يكمل عقده ويلتزم بعقده معانا، عشان كده بقول حط العقده في المنشار. مش عارفين الفتره الجايه توصل ايه. برشلونه وصل عرضه ل 30 مليون يورو للحصول على اللاعب، رفض بايرن ميونخ العرض ده، تقارير بتتكلم انه بيتكلم في 40 مليون يورو. اعتقد ان الموضوع هيخلص الفتره الجايه، لان صعب في اوروبا بالذات انك يعني تضغط على لاعب مش عايز يلعب انه يستمر مع النادي. هو طبعا بتبقى الاولويه لرغبه اللاعب، وطالما قلت 30 مليون اعتقد هذا كمان الرقم اللي قدمه بايرن ميونخ لساديو ماني. ساديو ماني لاعبنا القادم، ساديو ماني، هل فعلا ساديو ماني في البوندسليغا العام القادم؟ خلاص يا كابتن، ساديو ماني بيدور على بيت حاليا. اخر اخبار النهارده في الصحف العالميه قالت ان ساديو ماني كلم زميله الكانتارا، احنا عارفين ان الكانتارا تيجو الكانتارا النجم الاسباني كان بيلعب في البايرن وحقق انجازات كبيره طبعاً مع البايرن، وحاليا هو قال له اديني يعني اجل لي بيتك في المانيا وخلاص. ساديو ماني بيرتب كل حاجه، زي ما بنقول اللي بيرتب المكان الجديد بتاعه وانتقالاته وكل حاجه. ساديو ماني رحل عن ليفربول. طيب سريعا في دقيقه تقول لي دي يونج، طبعا دي يونج طبعا لاعب البارسا رايح على فين؟ مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد بفضل إريك تنهاج. إريك تنهاج اعلن النهارده رسميا على تويتر، الحساب الرسمي لنادي مانشستر يونايتد، عن انه تولى تدريب النادي رسميا. الكلام اللي بيتقال 80 مليون يورو، خلاص اتفقوا 80 مليون يورو. الفلوس دي برشلونه محتاجها في الازمه الماليه بتاعته، ودي يونج ليس زي ما شفنا في الموسم، تشافي مش مقتنع قوي بدي يونج وانه لاعب مهم في خططه الفتره اللي جايه، ولكن في نفس الوقت لازم يقول ان دي يونج بيصر في اخر تصريحات ليه في اليومين اللي فاتوا، قال انا اعشق برشلونه وده نادي حلم عمري، وحتى الان انا ما حدش بلغني بحاجه وانا مستمر في برشلونه. طالما قال كده يبقى رايح برشلونه، يبقى رايح طبعا مانشستر يونايتد. طبعا في النهايه بنشكرك يا هاب، نورتنا وشرفتنا ومتعلق دايما. اشكرك كابتن هاني، وكنت سعيد بالتواجد معك. شكرا جزيلا، وكمان شكر الواصل لحضراتكم. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده في المحترف، ان شاء الله يوم الخميس من 7:30 للساعه 9:30، ويوم جديد وحلقه جديده من المحترف.